مشاهدينا، برنامج صباحنا غير مستمر برصد فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 59. نحن متواجدين بجناح وزارة الثقافة لنتعرف على هيدا الجناح والأقسام الموجودة فيه وإقبال الناس على هيدا الجناح. معنا من وزارة الثقافة هيدا جناح خاص بمديرية العامة للآثار والمتاحف، حضرتك المسؤول عن هيدا القسم، خلينا نحكي عن هيدا القسم. هذا القسم هو مشاركين نحن قسم مديرية العامة للآثار والمتاحف، شاركنا ببعض الصور للأبنية المتضررة من العصابات الإرهابية، كيف إعادة بنائها، كيف إعادة ترميمها، ونشوف مثلا بعد تحرير مدينة حلب، نشوف مدينة حلب كيف كانت موجودة بعد، كيف كانت قلعة حلب وكيف تدمر خلال الإرهاب، وكيف تم ترميمها أو إعادة ترميمها من قبل المديرية. عندنا مثلا الجامع الأموي بحلب، عندنا قلعة الحصن، المواقع الأثرية اللي تضررت إعادة بنائها يعني فورا. يعني اليوم الزائر لما يفوت على هيدا القسم بتعرفوه على الأماكن الأثرية اللي تم استهدافها من قبل الإرهاب وكيف المديرية قامت بإعادة ترميمها. قديش مهم اليوم نورجي الناس الزوار كيف تعرضنا للإرهاب، خصوصا المواقع الأثرية المهمة اللي بتعبر عن حضارة سوريا واللي قدرنا نستعادها بهمة رجال الجيش العربي السوري. نلاحظ انه كيف العصابات الإرهابية كيف دمرت الحضارة الإنسانية، يعني عم يحاولوا يدمروا كل شيء، الحجر والإنسان، بهمة الجيش العربي السوري والشعب السوري قدرنا نحافظ على بعض المواقع الأثرية وإعادة بنائها من جديد للأجيال القادمة. والحمد لله إقبال كبير على المعرض وقسم الآثار هون، وكله عم يشيد بمديرية العامة للآثار ويشيد بالجيش العربي السوري والدولة السورية إعادة بناء الآثار. يعني فعلا مجهود كتير كبير عم تقوم فيه المديرية، يعطيكم العافية وشكرا كتير لك. هلا بدنا ننتقل للقسم الآخر بجناح وزارة الثقافة، في عدة أقسام. هلا كنا بقسم مديرية الآثار والمتاحف، رح ننتقل للقسم الآخر. يعطيك العافية، تعرفنا عن حضرتك. ماهر الشدايد، رئيس دائرة المعارض والتسويق والمبيعات في الهيئة العامة السورية للكتاب. خلينا نحكي عن هيدا القسم، انتم مشاركين بمعرض دمشق الدولي بجناح وزارة الثقافة. نحن مشاركتنا كجناح وزارة الثقافة عن الهيئة العامة السورية للكتاب لنعرف اصدارات الهيئة. حاليا عم نعرض جزء بسيط من اصداراتنا، ما يقارب 300-400 عنوان، بس نحن عاملين قائمة باسماء ومنشورات فيني تصورين اذا بتحبي. في يمكن عدد كتير كبير من الاصدارات، 2300 عنوان. عندنا بروشور للهيئة العامة السورية للكتاب لتعريف الزوار، هذا بروشور ليتعرفوا الزوار على القسم، وزعنا منه للزوار، بضم اصدارات الهيئة من الكتب، كافة الاصدارات، المعرفة. انتاج كبير للهيئة عم نلاحظ، كبير، مختلف صنوف المعرفة بما فيها الشعر، ادب، سياسة، كتب تتناول الأزمة، ما يخص الأطفال، كتب مترجمة، وبالإضافة أن جزء من الناس لما عم تشوف هيدا الإصدارات والإنتاجات للهيئة كيف عم يكون التفاعل أو ردة فعل الناس؟ كتير حلو، وعم بيطلبوا العالم البيع والشراء. عندنا مجلات، سلسلة من المجلات، مجلة الحياة السينمائية، مجلة المعرفة، شامة وأسامة للأطفال، فمجموعة من الإصدارات، كان إقبال العالم كتير والناس جيد. هذا دليل على أنه الشعب السوري شعب حي يحب الحياة وأنه انتصار لسوريا. أكيد نتشكركم على المجهود الكبير اللي عم تقوموا فيه رغم كل ظروف الأزمة، يمكن الإصدارات زادت ما وقفت، فعن جد يعطيكم ألف عافية. فيك أهلا وسهلا فيكم، شكرا لك. خلينا هلأ ننتقل للقسم الآخر، في عدة أقسام بجناح وزارة الثقافة المشارك بمعرض دمشق الدولي بدورته 59. نحن هلأ بجناح مديرية التراث الشعبي لنتعرف أكثر على هيدا القسم. يعطيك العافية، يعطيك العافية. خلينا نحكي عن يمكن هيدا القسم، فيك يعطيك العافية. نحن خلينا نحكي عن هيدا القسم، قديش مهم أنكم تشاركوا بمعرض دمشق الدولي بدورته 59. مديرية التراث الشعبي مشاركة، عم تعرف يمكن الزوار والمشاركين بالمعرض على الزي والتراث الشعبي السوري. في عنا عدة يمكن بيئات أو تنوع كتير كبير، خلينا نحكي عن هيدا التنوع. أول شيء أهلا وسهلا فيكم، يا ميت أهلا وسهلا. هون قسم مديرية التراث الشعبي بجناح وزارة الثقافة اللي فيه مشاركة أكثر من مديرية.
مثل ما عنا شايفين إذا صورتوا الأزياء نحن عارضين أخذين من أرشيفنا فقط الأزياء. نحن أرشيفنا أرشيف مدير التراث غني، اخترنا منه الأزياء لأنه له دلالات كثيرة. الأزياء هي بتمثل يعني البيئات السورية بشكل واضح. شايفين عنا التنوع بالأزياء، الأزياء بحد ذاتها هي فرجة جمالية، تراث شعبي سوري، تراث شعبي وفرجة جمالية كمان لجميع المحافظات، ولها دلالات اجتماعية ودلالات فكرية ودلالات اقتصادية لكل زي. الأزياء هي بتمثل هوية سورية، يعني أنت بتقدري تعرفي الشخص من زيه، بتعرفي من أي منطقة جاية، فبيحمل هويته معه من خلال الزي اللي لابسه. نحن حاولنا ننتقي لكل المحافظات، طبعا ما بيكفي أنه يعني هالأزياء اللي منتقينا ما بتشمل كل التفاصيل بالأزياء السورية، لا لا، بس حاولنا نقارب تقريبا المحافظات السورية. مثل ما أنا شايفين عنا زي الرقة، شوفي كيف مختلف عن زي دير الزور إذا عم بتصوروا، عن حاطين ريف حلب، اخترنا منه تل رفعات، تاذف، عين العرب يلي هي غالبيتها كردية، فعنا الزي الكردي واضح. اخترنا من ريف إدلب، خان شيخون، من ريف إدلب، وفي عنا المانيكان سراقب هو من ريف إدلب، هلا إذا بتشوفوا الزي واضح تماما. طرطوس، ريف حمص، ريف حما. كيف عم يكون تفاعل الناس لما تتعرف على الزي السوري القديم لكل محافظة إلى الزي الخاص؟ كتير لاقى إقبال وكان في تفاعل الناس، كتير تفاعل جيد وإيجابي، لا سيما الجيل الجديد يلي هو كتير يعني بعيد شوي عن هالرؤية هي أو عن هالزي، فتفاعله كان كتير جيد وإيجابي، لا سيما أنه بس مو عم يتعرف على جذوره وعلى ماضيه، عم يتفرج على شيء مثل ما قلنا فني وجمالي، يعني تراث جميل وحضارة. أيوه، أزياءنا هي حضارة، وهي مثل ما أنا شايفين كمان قطعة جمالية، أنت عم تتفرجي على زي بيحمل كتير من التفاصيل الجميلة، من التطريز، من الرسوم، من الزخارف، من غطاء الرأس يلي حامل كتير من التفاصيل. في عنا كمان من أرشيفنا رسوم زياد زكاري، الحقيقة أنه الفنان التشكيلي زياد زكاري راسم بدقة المصور الفوتوغرافي، وهي تعد وثائق، تعد وثائق لأنه راسمها بحرفية عالية وبدقة متناهية، جابت الزي مثل ما هو. نتشكرك، يعطيك ألف عافية. وفعلا يمكن تراث شعبي قيم عم نعرف الناس عليه، شكرا كثير إليك. أما هلأ ننتقل للقسم الآخر من جناح وزارة الثقافة، عم نتنقل بالأقسام، في عدد من الأقسام. هلأ ننتقل لقسم المؤسسة العامة للسينما، يعطيك العافية. يعطيك العافية، كيفك؟ الحمد لله. خلينا نعرف المشاهدين على قسم المؤسسة العامة للسينما ضمن جناح وزارة الثقافة المشارك بمعرض دمشق الدولي بدورته 59. هلأ هون قسم المؤسسة العامة للسينما بوزارة الثقافة عم نعرض نحن في بعض اللوحات، الأفلام اللي تم إنتاجها خلال فترة الأزمة، بالإضافة لبعض الكتب اللي ممكن كناحية ثقافية تفيد اختصاصيين. كتب إنتاج مؤسسة العامة للسينما. مؤسسة العامة للسينما طبعاً أكيد. وهي شيء مميز إنه مجلة الحياة السينمائية هي باستمرار، ما زالت قديمة وحديثة باستمرار عم يتم إنتاجها. بالإضافة لبعض الديفيديات القديمة. وهون عنا بالقسم الثاني. هون عم نشوف القسم الثاني، يمكن الأجهزة القديمة اللي تمت، اللي كان من خلالها كيف طريقة العرض والمؤسسة العامة للسينما. طبعا بدايات يعني العرض السينمائي، كيف عملت الأجهزة القديمة، عم نشوف بدايات العرض السينمائي بسوريا، عم نشوف هون عام 1928، عام 1954، هون عام 1902 هي المكنة. قديش حلو نفرجي العالم كيف بلشت السينما بسوريا، كيف تطورت ومستمرة رغم كل ظروف الحرب. السينما هي بسوريا قديمة، ما هي جديدة حديثة العهد، ما زالت مستمرة إن شاء الله.
يعني انتاجها بهالفتره هاي بعتبر ما بعرف اذا انتم بتعطونا رايكم في انتاج جميع انتاجات مؤسسه السينما. بدنا نشكرك وبدنا نشكر جميع الجهود اللي عم تقوموا فيها. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك كاتكلا. مشاهدينا حاولنا خلال دقائق نرصد جميع النشاطات والفعاليات لجناح وزاره الثقافه في معرض دمشق الدولي، رغم كل الظروف الا انه النشاطات الفنيه والثقافيه والاقتصاديه مستمره. رح نحاول خلال صباحنا غير على مدار يمكن ايام المعرض نرصد جميع هيدي النشاطات. شكرا لكم.